معانا على التليفون سيادة النائب أحمد مقلد صاحب مقترح هذا التعديل على مجلس النواب. أهلا 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 أولا بأحمد مقلد صديقي، سيادة النائب أحمد مقلد زميلي وصاحب المقترح الذي يبحث فيه عن مصالح الجماهير. أولا يعني أنا متشكر جدا ليك، يعني صداقة ممتدة واحترام متبادل يا أستاذ يوسف. يا بختي يا حبيبي، يا بختي سيادة النائب العزيز حقيقي والله. يا ربي النهاردة مجلس النواب وافق على مشروع قانون في تأديه كان مهم جدا الموافقة عليه، لأنه بيحمي بالمقام الأول المواطنين وبيضعنا في مواجهة مباشرة مع محتكري السلع الغذائية اللي بيحجبوها عن التداول، يعني متخيلين ان هم من كده يقدروا يحققوا ربح سريع. الحقيقه ان التاريخ بيقول لنا طول الوقت ان في مراحل الازمات ومراحل الحروب بيطلع تجار الازمات وتجار الحروب اللي بيكونوا ثروات على حساب الشعب واتقاره. النهارده احنا بنقدم قانون بيضع ضوابط صارمه ضد اي شخص يتخيل اللي هو هيقدر يتاجر في الازمات او يكون احد اثرياء الازمات والحروب اللي احنا بنواجهها في التوقيت الحالي. الحقيقه حمايه الامن الغذائي للمواطنين هو اولويه رئيسيه لدينا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. صحيح 100% صحيح. وهذا القانون كان ضمن مجموعه من الاجراءات البرلمانيه اللي تقدمت بيها كنائب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ابتداء من اقتراح برغبه للسيد رئيس الوزراء على اسره، وبعده بعده اشهر صدر قرار رئيس الوزراء رقم 5-3 لسنه 2023 بتحديد عدد من السلع واعتبارها سلع استراتيجيه، وصولا الى تشديد العقوبات النهارده باقرار المجلس بشكل نهائي على محتكري تلك السلع وعلى حاجبيها عن التداول. الحقيقه احنا وصلنا بالعقوبات للحبس والغرامه والمصادره وسحب الرخصه واغلاق المحل، وده امر ليس مشدد اذا ما كان لمصلحه المواطن في الشارع. صح. احنا النهارده بنقف في مقدمه الصفوف علشان ندافع عن المواطنين من اي شخص يتخيل انه يتلاعب بمقدرات المواطن او يقوم بعمليات من شأنها ان هو يحقق مكاسب على حساب اتقار الشعب. الحقيقه احنا مش ضد التجار، لكن احنا ضد الممارسات التجاريه الفاسده. احنا مع فكره تصحيح الشكل التجاري بان يكون هنالك عرض حقيقي وطلب حقيقي. والحقيقه ايضا ان النقطه دي مش هنقف عندها، لان وجوب ان يكون هناك سعر استرشادي للسعر على المنتجات الغذائية على كافة السلع الغذائية هو أمر أنا شايفه أيضا من أولويات التشريعية خلال الفصل الحالي، بأن يكون يتم تدوين السعر للمستهلك على كل المنتجات الغذائية وقت التصنيع، علشان ما نشوفش في أشكال من أشكال التلاعب بتعيير الأسعار كل ساعة وكل ساعتين زي ما كنا بنشوف من ممارسات في بعض المحال التجارية. طيب ده عظيم جدا، لكن هنا يجي سؤال سيادة النائب وهو المتعلق بآلية الحكومة في إحكام هذه الرقابة خاصة بعد هذه التعديلات. يمكن بعض التجار بقى في عندهم حيل شيطانية، يعني ما بيخزنش في المخزن بتاع المحل بتاعه ولا في المخزن المسجل عنده في سجلاته، ده بيخزن في حاجة تانية من بعيد لبعيد. عشان كده إغلاق المحل وإلغاء الرخص، لكن المهم ازاي نوصل للضبطيات دي. أيوة. وازاي نقرر السلع دي من حجبها عن التداول. وهنا دور مهم، يعني انا من الناس اللي بتقول ان مهما كان قوه الجهاز الحكومي ومهما كان عدد العاملين في الجهاز الحكومي لوحدهم بدون دعم المجتمع المدني وبدون دعم المواطنين بمعلومات من شانها الوصول لتلك الضبطيات مش هنقدر نحقق النتيجه المثلى. خد بالك احنا داخلين على شهر رمضان وفي ناس بالفعل بدأوا يحجبوا السلع عن التداول علشان متخيلين انها هتغلى في رمضان وبحجبها من التداول بيسموها عمليه تعطيش السوق. ايوه تمام. النهارده اي حد هيعمل هذا الامر من شأنه اللي احنا نوصل بيه الى عقوبه زي المصادره والحبس والغرامه
ومش بس كده، ده النشر هذا الحكم في جريدتين وساعتين الانتشار، بالتالي هتبقى درجه من درجات الربع العام اللي احنا محتاجين نوصل لها في التوقيت الحالي. 100% صح، 100% صح. أنا بشكرك جدا 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 حقيقي سيادة النائب أحمد مقلت صاحب مقترح هذا التعديل على مجلس النواب المصري، في مشوار الحقيقة خاضه الزميل العزيز أحمد مقلد من أول تقديمه لهذا الطلب أو المقترح برغبة للرئيس مجلس الوزراء، مرورا بالوصول لأن احنا نصل إلى هذا التعديل في شكله النهائي. ده إن دل على شيء دل إن احنا في عندنا نواب خايفين على المستهلك وخايفين على المواطن المصري وخايفين على مصلحته وخايفين على جيبه وخايفين على ميزانيته، وده اللي حاصل، الواقع بيقول كده.